اهلا وسهلا فيكم بفيديو جديد. فيديو اليوم مش فلوج صراحة، كنت عم شوف على يوتيوب شانل تاعيتي شو منزل فيديوهات، بس لاحظت انه صار لي زمان ما منزل شيء علمكم فيه. انا بعلمكم كثير قصص، بعلمكم كيف تعمل بريسلتس، بعلمكم كيف تو دي جي، بعلمكم كل شيء. فاليوم رح اعلمكم كيف منفيم السيارة. شوي غريب القصة بس ايه، رح اعلمكم كيف. ليه عم اعلمكم؟ لانه صراحة اللي بفيم للسيارة قال لي انه ما بفيم السقف لانه بخاف تنقط عليه، فقلت له خلاص انا بفيمه ما مشكله. يعني سنس صار لي شي 4 مرات مفيم السياره فحفظت كيف بفيم، فلازم. شو لازمنا؟ اغراض فيومي اكيد، كاتر، منشفه، مي وصابون، هيدي الشقفه البلاستيك. هلا بتشوفوا ليش حنستعملها. بلا من كتر حكي خلينا نبلش بالفيديو. يلا اوكي. اول شيء بناخذ شقفة الفيمين بنفوت على السيارة. عم بمزح معكم، ما هيك بيفيموا. هلا حاجيكم كيف بيفيموا. كتر من لمو. أول شيء بننظف الإزاز. صار السيارة حتزمر كثير لأنه هي السنسر بتشتغل. بعد ما ننظف الازاز بناخذ ورقة الفيمي بنحطها على سطح السيارة، ومشان ناخذ السايز نرجع نقصها ونرجع نشوف. يلا بعد ما نحطها حتعمل تجاعيد، فلازم ندهر المي مشان تاخذ القياس على الأرض. اوكي، من بعد ما نقصقص الفيومي بدنا نفكه ونقشره ونحط مي نرجع نلزقه من جوا. طيب هذا الفاينل برودكت. هو الفيمي كان مجهلك فما طلع كثير نظيف، لانه صار لي زمان فيمي حاطه معي وما كنت عم اسوي الفيديو فما طلع كثير نظيف الفيمي. هدول هن الستبس. اول شيء بتحطه على الازاز،
بتقصها قد الفيمات يا انا كان في شويه قياس زياده فاضطريت ارجع اقص من هون رجعوا بتفكوا الفيمات عن بعض وبترشوا مي وصابون مشان ما يلزق على بعض وبترجع بتحطوا هون بترشوا مي على السقف وبتحطوا بتصير بتمدوا وبعد الشقف البلاستيك بتسيبوا بتضهروا المي على جنب مشان ما يضل في مي ابدا. ان شاء الله يكون عجبكم الفيديو ان شاء الله تكونوا تعلمتوا منه شيء. سوري لانه ما طلع مزبوط كثير لان انا حجر اخذها عن واحد يفهم لي انا مزبوط لانه طلع الفيمات ما منيح. وده اسد بكون خلص الفيديو أنا بشوفكم فيديو جديد سون.